بصحة وسلامة دايما بخير ومصر بخير كده إن شاء يا الله. رب يا رب يا رب. يعني ما شاء الله إنجازات جميلة جدا وتشريف ولا أروع من البعثة المصرية، يعني حاجة جميلة جدا يا باشمهندس. الله يخليك، كده كده دي حاجة، يعني حاجة توفيق من عند ربنا وبدعوة المصريين كده، عشان يعني يبقى ربنا، بس ربنا ادانا دايما حاجة كده تفرح مصر، وإن شاء الله كل المجالات تقدر تفرح مصر، ومصر تبقى دايما كده فوق الدنيا كلها. يا رب يا باشمهندس، يا رب ان شاء الله. اكيد برضو ما بيجيش التوفيق من فراغ يا باشمهندس هشام. لا طبعا، اللي انا عايز اقوله ان يعني اللجنه الاولمبيه بالمعاونه مع الاتحادات والانديه قدروا يعملوا خطه كويسه جدا جدا، وخطه وعلى منهج، اتباع منهج علمي سليم في الاعداد، اذا كان اعداد بدني ولا حتى اعداد نفسي ولا اعداد طبي كامل، والبعد عن المنشطات والتوعيه عن الممنوعات والحاجات دي كلها، يعني قدرنا نمشي بمنهج علمي سليم الحمد لله، وبذلنا كل مجهودنا بناء على الامكانيات اللي عندنا في التوقيتات اللي كانت وصلتنا الامكانيات مع مراعاه ظروف مصر كامله، والحمد لله يعني عملنا اللي علينا، ودعوات المصريين هي اللي جابت لنا بالتوفيق، جابت لنا الميداليات دي الحمد لله بنعمه ربنا. يعني أكيد أكيد يا باشمهندس. يعني عايز أسأل حضرتك عن ردود أفعال الأبطال والبطلات المصريين من تكريم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليهم. لا معلش الصوت واحد ثاني كده. ردود أفعال الأبطال والبطلات المصريين من تكريم السيد عبد الفتاح السيسي ليهم. والله طبعا يعني التكريم سيادة الرئيس ده 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 ده, 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 ده في حد ذاته يعني تقدير عالي جدا جدا، وده اللي هم دايما بيستنوه، لانه ده اعلى تكريم، ان سيادة الرئيس يقول لهم يعني مبروك ويقدرهم، يعني معناه ان الدوله كلهم بتقدرهم، وان الدوله بتشكرهم على المجهود اللي هم عملوه، من اعلى شخصيه موجوده في مصر سياده الرئيس. ده في حد ذاته التواجد معاه وسماع التقدير منه وان هم يسلموا عليه، ده تقدير ما بعده تقدير. الباقي اي حاجه بعد كده بتبقى حاجات فرعيه، وهو حرص المره دي، حرص سياده الرئيس ان هو يكرم البعثه بعد حوالي اسبوع من رجوعها، والتكريم بتاعه نفسه، والاوسمه اللي خدوها اللاعبين والمدربين، دي اكبر دي حاجه هتفضل للتاريخ، ولادهم حاجه كويسه جدا جدا. احنا دايما احنا بنشكر سياده الرئيس على التكريم ده، وبنامل ان دايما التكريم يبقى سريع بنفس الطريقه دي، وان احنا نشكر المصريين كل مجالاتهم على اللي هم بيقدموه لبلدهم. اكيد يا باشمهندس. ودي كمان يا باشمهندس، يعني سياده الرئيس كمان انا عرفت ان هو طلب من حضرتك ان عايزين نبذل مزيد من الجهد يعني لتشريف مصر اكتر واكتر في كافه المسابقات. وده خلينا اكلمك عن الاولمبياد القادمه ان شاء الله، واستعداد اللجنه الاولمبيه بقياده حضرتك ليها ان شاء الله. والله احنا بنحاول نبني كل الميداليات اللي بناخدها، وكل الدورات اللي بندخل فيها، هي اعداد دوري للبطولات اللي هي جايه، اللي هي القادمه، ان كانت بطولات عالم مسؤول عنها الاتحادات، او بطولات مجمعه زي البطوله الجايه مثلا. عندنا بطوله جايه في بطوله الشباب بتاع الافريقيه للشباب اللي هتعمل في الجزائر بعد كام يوم، ابتداء من يوم 18 ولا 19، برضه فيها جزء من الناس، بس طبعا سن احدث واصغر. دي كل الحاجات دي مرورا بالبطوله الافريقيه الجايه، مرورا ببطولات العالم والبطولات القاريه او البطولات الاقليميه، دي كلها استعداد لطوكيو 2020. احنا بنحط خطه كامله، ودي محطات بنعدي فيها عشان نقدر نعد بيها الرياضيين بتوعنا، واحنا متابعينهم، وبنبني على كل بطوله، وبنبتدي نعمل يعني دراسه لكل الرياضيين بتوعنا موجودين، نقدر نكمل مع مين او نستبدل مين، وكلهم الحمد لله ماشيين، كل حاجه ماشيه بناء على الخطه، وحتى متواجبه مع الماليه اللي موجوده ان شاء الله من الوزاره، وبعد ما جاء الدكتور اشرف صبحي، هو متفاهم الموضوع ده، وان شاء الله احنا ماشيين يعني متناغمين مع الوزاره في عشان الهدف الكبير اللي هو طوكيو 2020. اكيد يا باشمهندس. انا مش عايز اطول حضرتك يعني عشان عارف وقتك. اخر سؤال اساله لحضرتك، يعني كان اتكلم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه عن رعايه البطل الاولمبي. ايوه طبعا، ده كان مشروع موجود قبل كده، والدكتور اشرف صبحي طبعا عنده
النظره دي وعنده الفكر ده. وهو طبعا راجل اكاديمي وراجل رياضي، راجل رياضي ممارسه ودراسه ودراسه. تقول له ان شاء الله يعني الاسس بتتحط للموضوع ده، وان شاء الله نقدر يبقى نواه كويسه نقدر نوصل بيها مع الاتحادات ومع الانديه ومع اللجنه الاولمبيه مع المشروع ده واللي شبيه له لنتائج كويسه جدا جدا، وتاسيس سليم للرياضه. يعني كل التوفيق لحضرتك يا باشمهندس فيما هو قادم، وان شاء الله ترفعوا مصر عاليا اكتر واكتر في المناسبات الرياضيه اللي جايه باذن الله. شكرا جدا المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه، شكرا جدا لحضرتك. يعني زي ما انتم شايفين اتكلمنا معاه في حاجات